استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الذين قدموا لسموه خالص الشكر والتقدير على ما يليه من دعم واهتمام بالرياضة والرياضيين في مملكة البحرين. وخلال اللقاء أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود التي يبذلها سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة من خلال ترأسه للاتحاد البحريني لكرة السلة على صعيد الاهتمام بلعبة كرة السلة وتطويرها، لا سيما في ظل ما تحظى به هذه اللعبة من شعبية في مملكة البحرين. وأعرب سموه عن اعتزازه بالنجاحات التي تحققها المنتخبات والفرق البحرينية في مجال كرة السلة وما تقدمه من مستويات عالية ومهارات كان لها الأثر في رفعة اسم المملكة في مختلف المنافسات الإقليمية والدولية. وأكد سموه أهمية دور الرياضة في تهذيب النفوس وتوجيه طاقات الشباب إلى كل ما هو مفيد ونافع عبر أنشطة ترتقي بهم صحيا وبدنيا وفعاليات تغرس في نفوسهم قيمة الوطن والعمل من أجل تقدمه وازدهاره. ونوى سموه إلى حرص الحكومة على الاهتمام بقطاع الرياضة من خلال العديد من البرامج والمبادرات التي تحفز المواطنين والمقيمين على أن تكون الرياضة جزءا رئيسيا في حياتهم اليومية. من جانبه أعرب سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على ما يوليه سموه من رعاية واهتمام بالرياضة بشكل عام وكرة السلة بشكل خاص، مؤكدا أن تلك الرعاية الكريمة أسهمت في الارتقاء بواقع كرة السلة البحرينية محليا وإقليميا ودوليا. وأعرب عن فخره واعتزازه لأسرة كرة السلة البحرينية في أن تحمل بطولة كرة السلة اسم كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة، وهو الأمر الذي يشكل حافزا لجميع الفرق المشاركة على تحقيق اللقب الغالي. وقد تسلم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال لقاء ألبوما مصورا يتضمن توثيقا لوقائع حفل قرعة بطولة كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة في نسختها الثانية التي أقيمت مؤخرا وما تضمنته من فقرات مبهرة.